السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ محاضرة جديدة فيها نستكمل المحاضرة الماضية. في المحاضرة الماضية احنا حكينا عن موضوع إيجاد معامل الفقد اللي هو سي في الوصلات المجاري الهواء، وأخذنا أكثر من وصلة وأكثر من تشكيلة، وكل وصلة وتشكيلة لها إيش؟ لها معامل فقد خاص فيها. هذه بسموها الوصلة الانتقال المنفرج، يعني إيش؟ مدخل مستطيل، هنا بنتقل من مساحة صغيرة إلى مساحة كبيرة، يعني إيه واحد أكبر من إيه. وهذه الزاوية اللي هي بتكون إيش؟ لو أنا مديت الخط من هان والخط من هان، فبتكون قيمة الزاوية. هذا الانتقال بسموه الانتقال المنفرج إلى مجرى مستطيل، يعني بكون هنا مجرى مستطيل وليس دائري. لكن ليش المنفرج؟ لأنه الدخول، مساحة الدخول اللي هي أصغر من مساحة الخروج، على هيك بتكون سرعة الدخول بتكون أكبر بكثير من سرعة الخروج. طيب هنا بوجد معامل فقد، إيش بلزم عشان يوجد معامل فقد؟ بده A واحد على A، قلنا A واحد أكبر من A، معنى الكلام إنه لازم يطلع أكبر من واحد، صحيح؟ فA واحد على A هنا عند اثنين، والزاوية ثيتا هي الزاوية اللي إحنا بنقولكم عنها، فبدنا نجيب شغلتين، A واحد على A والزاوية. نفترض إنه الزاوية كانت عندي 45 وA واحد على A 4، معناته بدها تطلع سي معامل الفقد في هذه التركيبة اللي هي 56%. في حالة كان A واحد أكبر من A أكبر من 10، A واحد على A أكبر من 10، فبختار إيش؟ بطلع الزاوية اللي عندي وبناء عليها بختار إيش؟ أي واحدة من اللي تحت، أي معامل فقد سي. طبعا عندنا تركيبات كثيرة وعندنا مداخل كثيرة وتصميمات كثيرة، فاحنا بدنا نشوف أسئلة حسابية على إيش معامل الفقد في التركيبات في وصلات أو تركيبات مجاري الهواء. أنا معطيني فقد الاحتكاك لمعدات أنظمة مجاري الهواء عند مدخل الهواء ومدخل المروحة، الفاقد عندي من 25% إلى 25 باسكال، ملفات التبريد والتسخين من 25 إلى 90 باسكال. إحنا بنعرف مثلا Air Handling Unit بكون فيها إيش؟ ملف تسخين وملف تبريد، في حالة التبريد بكون ملف تبريد وفي حالة التسخين أو التدفئة بيمشي على ملف تسخين، فبكون الفاقد عندي 25 إلى 90 باسكال، وحدات الرش 50 إلى 90، المرشات 50 إلى 100، من 10 ل 100 نظام المجاري، من 25 ل 50 الستار والجريلات، ومخارج الهواء من 25 باسكال، والضغط الاستاتيكي للمروحة دائما بكون عندي من 250 إلى 400 باسكال، وشرحنا إيش يعني الضغط الاستاتيكي للمروحة في موضوع المراوح. طب ناخذ مثال حسابي، واحنا قلنا الكتاب حنستخدم جزء من الكتاب الانجليزي وجزء من الكتاب العربي، لانه الكتب الانجليزيه في الغالب بتكون وحدات بريطانيه فيها قدم، وعندي عندي باوند وقدم، لكن انا عندي هنا الوحدات الدوليه اللي انا بستخدمها وبعرفها كويس، عشان هيك بدنا نستخدم من هان ومن هان حسب الوضع إن شاء الله. طيب بقول احسب هبوط الضغط خلال كوع لمجرى مستطيل كما هو إيش في الشكل، أبعاده 200 في 300، هاي 300 بسموه العرض هذا، وهنا العمق أو الارتفاع 200 مليمتر، 300 يعني 30 سنتي والعمق يعني 20 سنتي أو 200 ملي. إذا كان الكوع 90 وله نصف قطر R 400 ملم،
هاي نص القطر الآر عندي 400 ملي متر، يعني عندي 40 سنتيمتر، وكان معدل سريان الهواء في الكوع 7 من 10 متر مكعب لكل ثانية. هذاك لو كان في النظام البريطاني أعطيك سي أف أم اللي هي قدم مكعب في كل دقيقة، لكن هنا أعطاك 7 من 10 متر مكعب لكل ثانية. أنا هنا بستخدم المتر المكعب لكل ثانية، وبستخدم كمان إيش لتر لكل ثانية. فهذه 7 من 10 متر مكعب لكل ثانية تساوي 700 لتر لكل ثانية. نيجي نطلع على حل الموضوع هذا، فبروح بقول بدي الار على دبليو والاتش على دبليو. الار عندي 400 والدبليو 200. هتقول لي ليش طب هاني يا استاذ ما حولش الى متر وخليها مليمتر؟ لانه انا بقسم مليمتر على مليمتر، فبروح الوحده فيش وحده، ولو بدي اضرب اقسم على 1000 هان واقسم على 1000 هان بروح مع بعض، فهنا في حالة قسمتهم على بعض فيش داعي أنا إيش أشتغل في الوحدات، لأنه حيطلع بدون وحدة هنا. فالآر على دبليو تساوي 2، والأتش على دبليو اللي هو 300 على 200 وتساوي 1.5. طب نرجع إحنا للأتش على دبليو، هاي الأتش عندي 300 والدبليو 200، بقسمهم على بعض فبطلع الأتش على دبليو اللي هي عندي بتطلع قديش؟ 1.5. وقلنا هذه النسبة الباعية، لما انت عندي يكون مجرى مستطيل بقسم الطول الأكبر على الضلع الأصغر، ولازم تكون هذه في التصميم أقل من 4، وكل ما زغرت كل القيمة اتش على دبليو كل ما كانت أفضل. الحين بدي أروح على الجدول 2.5 أوجد ايش؟ الفاقد اللي عندي، معامل الفقد في هذا الوصلة. نروح على اذا نحفظ ان هذول اللي معنا عشان ايش لما نصل الجدول ما نتلخبطش. ار على دبليو 2 واتش على دبليو 1.5. ار على دبليو، نروح على ار على دبليو 2.5 الجدول. الجدول 2.5، الار على دبليو 2، والاتش على دبليو 1.5. فالاثنين مع الواحد ونص وين تلاقوا؟ تلاقوا عند 14 من 100، فبكون سي عندي تساوي 14 من 100. فبرجع لسؤالي اكمله، اوجدت الفقد سي. أوجدنا قديش عندنا السي 14 من 100، أوجدناها. فعلى السريع السرعة إيش تسوي؟ كيو على إيه؟ معطيني كيو 7 إيش؟ معطيني كيو 7 من 100.
فطلع عندي السي 14%، وبدي اوجد ايش السرعة عشان اطبق في القانون. السرعة ايش بتسوي؟ كيو على ايه؟ معطيني السرعة اللي الكيو 7/10. هنا الاي اضطريت اني اغير الوحدات من مليمتر الى متر، عشان انا الكيو عندي بالمتر مكعب لكل ثانية، فلازم احول هنا الى متر. فبقسم 7/10 على 3/10 في 2/10، بتطلع عندي 11. السرعة بتطلع عندي 11.7 متر لكل ثانية. الحين بدي أطبق في دلتا بي اللي 6/10 في سي بي تربيع. فال6/10 قلنا هذه أجت نص رو، اللي هي نص كثافة الهواء. تقريبا كثافة الهواء يساوي 1.2، فلما قسمها 2 بتطلع 6/10 ضرب 14% اللي هي سي ضرب السرعة اللي أوجدتها من هان 11.7 لكل تربيع. فبصير الفقد في الوصلة هذه 11.5 باسكال. إيش يعني 11.5 باسكال؟ لو أنا تخيلت الوصلة مستقيمة كل متر 1 باسكال، يعني تمثل هذه الوصلة عندي 11.5 متر، يعني تعادل فقد في مجرى مستطيل طوله 11.5 متر. ناخذ مثال اخر. الجزء الانتقالي الدائري في الشكل اللي معطينا اياه، هيو بتدخل هان هذا منفرج في الشكل يتناول 6 متر مكعب لكل ثانيه من الهواء كيو عندي. اوجد فاقد الضغط خلال هذه التركيبه. عندنا معطينا المساحه A1.8 من 10 متر تربيع، والمساحة A2 تساوي 1.6 متر تربيع. فعلى السريع باستخدام الجدول 2.9 الخاص بالتركيبة، أي عندي A1 على A بيساوي 1.6 على 8 ويساوي 2، وثيتا عندي 30. الحين أنا بدي أوجد أشوف، لأنه الجدول بطلب مني رولز نمبر قديش، وبناء عليه عشان اختار المجموعة اللي انا بدي اياها. فايش رولز نمبر يساوي؟ 55/100 ضرب 10^5 دي في. الدي هي عبارة عن ايش؟ عن القطر عندي اللي هي عانى القطر، والفي اللي هي ايش عندي؟ السرعة. السرعة بجيبها كيو على ايه؟ كيو معطيني اياها 6/8 بتطلع 7.5 متر لكل ثانية. الحين الدي انا كيف بدي اجيبها؟ معطيني مساحة. طب كيف بدي اجيبها؟ المساحة بتسوي باي دي تربيع على 4، ومنها دي تساوي الجذر التربيعي 4A على باي، وتساوي 4 في الـA عندي 8/10 على باي تساوي 1 متر. الحين انا ايش بروح اسوي؟ بوجد روج نمبر، فبطلع عندي روج نمبر قديش عندي؟ ايوه 55% في 10^5 ضرب 1 اللي هو الدي ضرب الفي اللي هي قديش؟ 7.5، وبطلع 4.1 في 10^5. وبروح على الجدول اللي هي 2.9. اذا انا عندي A1 على A2 والزاوية 30 وروج نمبر هيو 4. فبروح على الجدول 2.9، هاي الجدول 2.9. فالعندي الار روج نمبر طلعت 4 وكسور، فبقدرش استخدم هذه صغيرة ولا بستخدم هذه لانه اكبر من 6. فبدي اشتغل على المنطقة هذه
فطلعت قديش انا معطيني كان عندي الحين انا اشتغل على المنطقة هذه، فالدرجة قديش 30 اعتقد، اعطاني 30 واي واحد على اي زيرو اللي هي 2، فبروح بختار مع ال30 فبتطلع عندي 23% سي. فهيك اوجدت ايش السي عندي 23%. بنرجع ايش لسؤالنا، تبي دلتا بي بتساوي 6 من 10 في سي في 7.5 تربيع اللي هي السرعة، فوجدنا السي 23% ضرب 6 من 10 وطلعت عندي ايش هبوط الضغط في هذه التركيبة 7.76 باسكال، ولما قسمها على كثافة المية وتسارع الجاذبية فطلعت عندي بالمتر كمية صغيرة ضربها في 1000 عشان أحولها بالملي متر ووتر، فطلعت 78% ملي متر ووتر. طرق تصميم مجاري الهواء، في عندنا أكثر من طريقة لتصميم مجاري الهواء. أول حاجة طريقة السرعة velocity method، طريقة السرعة، ويتم في هذه الطريقة اختيار سرعة الهواء عند مخرج المروحة وبقية السرعات في مقاطع المخرج المختلفة بصورة متناقصة. يعني لو أنا اخترت عند المروحة 8 بدي أعرف في المجاري المختلفة حتصير تتناقص 7 6 لعند ما تصل أقل من هيك السرعة. وتستخدم هذه الطريقة في المجاري البسيطة وتحتاج إلى خوانق توجيه لموازنة الهواء. خوانق توجيه اللي هي دامبرز اسمها، هذه بتقلل او بتتحكم في كمية الهواء او معدل سرعة الهواء. نيجي على الطريقة المهمة والطريقة اللي دائما بيستخدموها، طريقة الاحتكاك المتساوي. بحكي بقول تستخدم هذه الطريقة في تصميم مجاري الهواء التغذية والراجع والعادم، ويفرض فيها هبوط ضغط ثابت لكل وحدة طول من مجرى المستقيم. كيف يعني؟ أنا باجي بقول بدي أفرض أنه أنا الاحتكاك بصير عندي 1 باسكال في كل متر، فلما يكون عندي 10 متر من مجرى الهواء معنات الكلام بدي يكون عندي فقد في الضغط 10 باسكال، تضرب 10 في 1 فبطلع 10 باسكال. هذه طريقة الاحتكاك المتساوي وهي اللي الطريقة الشائعة وبيستخدموها، وتمتاز هذه الطريقة عن طريقة السرعة وتمتاز هذه الطريقة عن طريقة السرعة في أنها تحتاج إلى موازنة أقل. تحتاج إلى موازنة أقل، بتكلفش كتير في تصميمها، تناسب طريقة وتناسب طريقة الاحتكاك المتساوي كل الأنظمة تقريبا بتطبيقاتها التجارية والبسيطة، وكذلك أنظمة الهواء متغيرة الحجم الكبيرة، ولذلك سوف تتم دراسة هذه الطريقة بالتفصيل في هذه الوحدة، وهي الطريقة اللي احنا حنحل عليها هي هذه طريقة الاحتكاك المتساوي. ثلاثة طريقة توازن السعة Balanced Capacity Method. تعرف هذه الطريقة أيضا بطريقة توازن فقد الضغط Balanced Pressure Loss Method، وتتم فيها موازنة معدلات سريان الهواء في مقاطع المجرى. الفكرة الأساسية لهذه الطريقة تعتمد على جعل هبوط الضغط الكلي للمجرى متساويا في جميع المقاطع من المروحة إلى المخارج، وعليه فإن هبوط الضغط لكل وحدة
مقبول من المجرى ليس ثابتا. هبوط الضغط هن بكونش ثابت ايش لكل وحدة، كما هو الحال في طريقة الاحتكاك المتساوي. يعني هنا في كل وحدة، يعني هان بقول بفرض انه هبوط الضغط الكلي للمجرى متساوي في جميع المقاطع، من المروحة إلى المخارج، وعليه فإن هبوط الضغط الكلي لكل وحدة طول من المجرى ليس ثابتا كما هو الحال في طريقة الاحتكاك المتساوي. الاحتكاك المتساوي اللي هو كل وحدة طول إلها فقد أو هبوط في الضغط متساوي، لكن هذه الطريقة ليس ثابتا اللي هو الاحتكاك فقد الضغط بكونش ثابت في كل وحدة، أما طريقة الاحتكاك المتساوي بكون هبوط الضغط ثابت في كل وحدة. خطوات التصميم لهذه الطريقة هي نفسها بالنسبة لطريقة الاحتكاك المتساوي. تمتاز هذه الطريقة بأنها توضح الأماكن التي تحتاج إلى خوانق موازنة، وهي تناسب التطبيقات التي تحتاج فيها نظام المجرى إلى موازنة نسبة، لأنها لا تحتاج إلى عملية موازنة كنظام الهواء الثابت، كنظام هواء ثابت الحجم. مش عارف ايش بقصد فيها. طيب، ويكمن قصور هذه الطريقة في أنها تستخدم طريقة الطول المكافئ بالنسبة لوصلات المجاري. طيب، الطريقة الرابعة اللي هي طريقة الاستعاضة الاستاتيكية، ويقول يتم تحديد مقاس المجرى في المقطع في هذه الطريقة بفرض ضغط استاتيكي متساوي في جميع الفروع والمخارج، بحيث تعمل الزيادة في الضغط الاستاتيكي نتيجة لنقصان السرعة في كل فرع أو مخرج على تلاشي هبوط الضغط في ذلك المقطع. وعليه فإن هذه الطريقة تحتاج إلى موازنة للهواء بنسبة، لأن الضغط الكلي ليس ثابت. هنا الضغط الكلي مش ثابت، ولكن الضغط الاستاتيكي هو الثابت. تناسب هذه الطريقة الأنظمة ذات السرعات العالية وحجم ثابت للهواء ومجاري طويلة متعددة الفروع. هذه الطرق الأربعة اللي حكاهن بيستخدموهن، بس احنا هنستخدم طريقة الاحتكاك المتساوي لأن هي الطريقة الشائعة، وهي الطريقة الأفضل في الحلول، وهي الطريقة اللي عندنا قدرة إنه نصمم مجاري هواء بطريقة سهلة وبطريقة صحيحة. نأتي على خطوات تصميم مجاري الهواء، وأعتقد بقصد في الموازنة، موازنة الهواء الراجع مع الهواء إيش؟ مع الهواء الداخل أو المغذي. خطوات تصميم مجاري الهواء: عند تصميم مجاري الهواء يجب اتباع الخطوات التالية. أول حاجة دراسة المبنى ومخططاته. 2، اختيار نوعية نظام المجرى، محيطي أو فوقي. اختيار نوعية نظام المجرى، هل هو محيطي أو فوقي اللي بكون في السقف. اختيار أبعاد مخارج الهواء والجريلات. بدي أختار أبعاد مخارج الهواء والجريلات زي ما تعلمناه في الوحدة الأولى، كيف أنا أختار من إيش من الكتالوجات. تسجيل كميات الهواء على المسارات والفروع.
يعني انا بدي اجي كل مسار اسجل عليه قديش طوله ومساحة مقطعه وقديش بده كمية هواء داخله. يعني اذا انا عندي كمية الهواء 1200 مثلا او 1200 لتر لكل ثانية، وبده يخش على مجرى 400، عندي 3 مخارج، فبدي اقسم ال 1200 على 3 فبطلع 400 لتر لكل ثانية. الحين الكيو هذه تحسب بالمتر مكعب لكل ثانية وباللتر لكل ثانية. المتر مكعب لكل ثانية يساوي 1000 لتر لكل ثانية. إذن أحيانا لما بجيني معطيني 7 من 10 متر مكعب لكل ثانية، بدي أحوله لتر لكل ثانية عشان الكتالوجات باللتر لكل ثانية، فبدي أضرب في 1000، فال7 من 10 بصير 700، 7 من 10 متر مكعب لكل ثانية بصير 700 لتر لكل ثانية. حساب مقاسات مجاري التغذية والراجع، وهذا اللي حندرسه في حسابات مجال الهواء. حساب فاقد الاحتكاك في المجاري الهواء، وهذا فاقد الاحتكاك بفيدني في قصة اني انا احدد المروحة او ساعة المروحة اللي انا بدي اياها تعوض هذا الفقد في الوصلات في المجاري الهواء. اخر اشي تحديد ساعة المروحة المناسبة. اذا انا اهي خطوات تصميم الهواء. الان ناتي على شغلة بسموها النسبة الباعية للاسبكت ريشيو، وهذه كتير مهمة نفهمها. لما يكون عندي مجرى الهواء مستطيل، يعني مساحة مقطع مجرى الهواء مستطيل، فأنا الاسبكت ريشيو هي بقسم الطول الأكبر على الطول الأصغر. يعني بكون في عندي طول الضلع الأكبر اللي هو العرض، وطول الضلع الأصغر اللي هو الارتفاع أو العمق، فبقسم طول الضلع الأكبر على طول الضلع الأصغر. يعني بقسم العرض على الارتفاع أو العمق لمجرى الهواء المستطيل، وهذه النسبة هامة جدا يجب وضعها في عين الاعتبار عند تصميم مجال الهواء. كمبدأ عام يجب أن تكون النسبة الباعية صغيرة بقدر الإمكان، وذلك تفادي الفقد نتيجة الاحتكاك، وبالتالي تفادي الزيادة في القدرة المستهلكة. كل ما كان عندي فقد كثير بالنسبة للاحتكاك بتزيد القدرة، فأنا لما أتفادى الاحتكاك هذا بتفادى الزيادة في القدرة المستهلكة، بالإضافة إلى تكلفة المواد الخام وتكلفة التصنيع والتركيب والتشغيل. طيب كله بزيد إذا زادت، فهي هذه مهمة جدا، لازم تكون ما تكونش النسبة هذه كبيرة. يعني أنا فرضت إنه أنا عندي مثلا مساحة الوجه عندي اللي هو المستطيل، وقلنا 1200 سنتيمتر مربع، معنى الكلام منفعش آخذ أنا 90 في مثلا، آخذ مثلا 60 في 20 بنفع، لكن أفضل إشي آخذ لي 30 في 40، عشان لما أقسم 40 على 30 بتكون أقل من 60 على 20، فهيك أنا بوفر في الطاقة، فهو بقلل من الاحتكاك هذه النسبة الباعية. بس دير بالكو يعني في التصميم مش لازم النسبة الباعية تزيد عن رقم 4. يعني لو عندي مستطيل مجرى الهواء بنفعش اخذ وجه مثلا 100 والتاني اخذ 20، فلما اقسم 100 على 20 بيطلع 5، هذه اكبر من الكمية، فانا بدي اشتغل انها تكون اقل من 4. هذه النسبة الباعية، هاي معطيك كان ايش النسبة الباعية والزيادة في التكلفة. كل ما زادت النسبة الباعية بتزيد تكلفة التشغيل. ليش تكلفة التشغيل؟ لأنه بزيد الاحتكاك وبزيد الهبوط في الضغط، وبأدي إنه أنا بدي أشغل إيش أعوض هذا الهبوط في الضغط.
فبتزيد التكلفة بتزيد التشغيل وعند النسبة الباعية. أنا زي ما قلت لكم إنه لازم النسبة الباعية في التصميم ما تكونش أكبر من 4، يعني أنا بدي أشتغل على أساس إنها تكون أكبر شيء 4 أو أقل، يعني لازم تكون أصغر من 4 عشان تصميمي يطلع دقيق وصحيح ويوفر في الطاقة وفي الكهرباء وفي التكلفة زي ما حكينا. هاي النسبة الباعية، الزيادة في تكلفة التركيب هاي، وكل ما أجا هيك النسبة الباعية قلت كل ما التكلفة إيش قلت. لما بطلع هيك بحس يصير التكلفة عندي كبيرة كتير، هاي كل ما أنا زادت النسبة الباعية بصير إيش التكلفة كبيرة. إن شاء الله هيك خلصنا، وحنكمل إن شاء الله في المحاضرة الجاية باقي هذه، وحنأخذ أمثلة حسابية. بس قبل ما ندخل إحنا في الموضوع لازم نتعرف على فقد في تركيبات مجال الهواء Pressure Loss Induct Fittings، الفيتنجز اللي زي ما قلنا الكوكواع ومجاري وقصص هذه، هذه إن شاء الله في المحاضرة الجاية. بس أنا حبيت بدي أفرجيكم المستطيل هذا كيف. هاي عندي مجرى الهواء، ها هاي عندي، في عندي العرض اتش، وفي عندي هيو مجرى الهواء، ها هيو مستطيل. ففي عندي الاتش على الدبليو، لما بدي اعرف النسبة الباعية بدي اقسم الاتش على الدبليو. هذه لما بدي اقسمها مش لازم تكون كبيرة، لازم تكون اقل من 4، يعني قلنا لو عندي هنا 120 وهذه 20، فبقسم 120 على 20 فبتطلع عندي 6، بتنفعش بنفعش. فلازم انا ايش اعمل، مثلا هنا مثلا 60 على 40، بمشي الحال، ما يكونش 60 على 40، بقسم 60 على 40 قديش بتطلع عندي. طيب 0.06 على 4 تطلع 3 على 2 تقريبا 1.5، مناسبة، كل ما قلت كان أفضل. ونكتفي بهذا القدر من هذه المحاضرة، وإلى اللقاء إن شاء الله في محاضرة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.